مزيد من التفاصيل. زميلنا أشرف سويلة من شمال سيناء، أهلا بك يا أشرف. تحياتي وسلامتك. والبقاء لله في شهدائنا، خيرة أبناء هذا الوطن من أبناء الجيش والشرطة اللي كل يوم بيدفعوا الدماء ثمن لحرية هذا الوطن واستقلاله. نعم دينا، طبعا البقاء لله في شهداء الشرطة وأيضا شهداء أبناء سيناء من المدنيين، 12 مدني استشهدوا أيضا أمس جراء سقوط قاذفتي هاون من الجماعات التكفيرية على منازلهم في قريتي العكور والظهير جنوب الشيخ زهيد. على حال العمليات العسكرية تتقدم إلى الأمام في تحقيق نجاح كبير من الموجة العسكرية الأولى التي بدأت فجر الاثنين الماضي حتى مساء أمس الأربعاء، ومستمرة طبعا بموجة عسكرية ثانية طبقا لتقييم نتائج ونجاحات الموجة العسكرية الأولى. طبعا ثمار كبيرة جنتها القوات المسلحة من الضربات العسكرية الناجحة التي تحققت في ضد معقل تنظيم أنصار بيت المقدس، وتحديدا ضد أهم وأخطر معقل لتنظيم أنصار بيت المقدس وهي قرية الفتات. قرية الفتات هي قرية بدوية كبيرة تقع جنوب الشيخ زويد، قام تنظيم أنصار بيت المقدس بطرد السكان منها واستولى عليها ورفع عليها أعلام سوداء لداعش، وكانت هناك تجهيزات فوجئت بها القوات المسلحة تحت الأرض وفوق الأرض. تحت الأرض كان في أنفاق 24 نفق تم ضبطهم، وتم ضبط نفق طوله 130 متر تحت الأرض ينتهي بغرفة مجهزة بإعاشة حديثة بموردات كهربائية وأغذية ومياه معدنية وغيرها. تم ضبط أيضا مقبرة تحت الأرض، مقبرة بها 7 جثث حديثة. يعني إحنا عايزين نشير إلى أن كانت تجهيزات يعني تفوق الخيال بالنسبة لتنظيم أنصار بيت المقدس الذي استولى على هذه القرية واعتبرها نواة للإمارة الإسلامية المنظومة. قوات مسلحة دكت هذه القرية بالكامل، دكت معقلهم بالكامل، وطبعا التجهيزات اللي تحت الأرض مماثلة نفس التجهيزات اللي بنشوفها في قطاع غزة اللي تعملها حركة حماس مع إسرائيل، ونفس التجهيزات دي موجودة في العراق وأفغانستان. هو نفس الفكر أيضا اللي موجود للجماعات المتطرفة في نقاط عديدة. لكن على أي حال، طب أشرف، هل تتوقع شيء بخصوص يعني امتداد المنطقة العازلة يعني مزيد من الأمطار أو مئات الأمطار داخل المنطقة العازلة؟ طبعا القوات المسلحة أخلت المرحلة الأولى بعمق 500 متر، المرحلة الثانية أوشكت على الانتهاء بعمق 500 متر آخرين يعني 1000 متر، لكن طبعا الأنفاق بيتم ضبطها على مسافات وأعماق كبيرة داخل العمق المصري. يعني كان آخر نفقين تم ضبطهم فجر اليوم أطوالهم وصلت لحوالي 1700 متر و 1800 متر. يعني إحنا بنتكلم عن 2 كيلو. بنتكلم عن 2 كيلو، يعني إحنا بنتكلم عن المرحلة الرابعة والخامسة. يعني محتاجين مزيد من. ما عشان كده بسألك، يعني هل تتوقع أو هل عندك أي إشارات لأنباء عن تعميق المنطقة العازلة؟ بالطبع دينا، ان شاء الله هيكون في تعميق حتى 5000 متر، وطبعا الاهالي في هذه المنطقة طبعا متجاوبين مع هذا القرار، وطبعا يعني الاهالي بينسحبوا من منازلهم بيتركوها طوعية طبعا، يعني طبعا ده دعم للأمن القومي المصري، وطبعا هيكون في طبعا مراحل ثالثة دعم البلدهم طبعا. طبعا طبعا ده خط أحمر، لأن هذه المنطقة هي بوابة الشر دينا وهي مدخل الإرهاب لسيناء، فطبعا مع الصبر ومع إن شاء الله إن احنا نخليها حتى 5000 متر ونضع يدنا عليها، فإذا أغلقنا جميع الأنفاق مع قطاع غزة وقضينا على الإرهاب بنسبة 100%. طبعا. طب أشرف، اسمح لي نتطرق لحدث الأمس. يعني وزارة الداخلية كانت أعلنت عن استشهاد ضابطي الشرطة وإصابة ثلاثة مجندين إثر انفجار المدرعة بعد استهدافها بعبوة ناسفة من قبل العناصر الإرهابية في منتصف ليلة أمس. كلمنا عن الجنازة العسكرية، كلمنا عن المصابين حالتهم ومدى الإصابات. في الواقع دينا الأهم من ذلك هو المنطقة اللي وقعت فيها الحادثة. المنطقة دي هي طب معلش، يعني قول لي الأول حالتهم وبعدين اتكلم عن اللي انت عايزه. يعني المجندين، في إصابة 3 مجندين بشظايا متفرقة في الجسد، وجاري نقلهم لمستشفى المعز العسكري. حالتهم يعني متوسطة، لكن طبعا المنطقة اللي حدث فيها الانفجار هي منطقة حي المسعيد جنوب مدينة العريش، اتكرر فيها في نفس المكان اتكرر فيها تفجيرات سابقة، واستشهد فيها ضباط أيضا من الأمن المركزي ومن القوات المسلحة. يعني المنطقة دي في ظل حظر التجوال استطاع مسلحون أن يخترقوها ويضعوا عبوة ناسفة. يعني احنا بنأمل أن يتم تدعيم هذه المنطقة بأكمنة
من الشرطه والجيش باذن الله، يعني كمانين ثلاثه على الاقل في هذه المنطقه لضمان عدم وصول مسلحين ليها. هو ده الاهم اللي احنا ممكن نبص ليه. لكن على اي حال الوضع العام وضع جيد جدا بالنسبه للتقدم في العمليات العسكريه، وطبعا الجماعات التكفيريه يعني تشعر بشلل كبير في حركتهم وبيبحثوا الان عن مخرج لهروب. ده بلا مبالغه بالفعل تلقوا ضربات موجعه سواء كانت جويه او بريه، وان شاء الله مع الموجة العسكريه الثانيه والثالثه بقياده الفريق اسامه. بشكرك طبعا، بشكرك جدا مراسلنا من هناك اشرف.